يقول: هل يجوز لي قصر الصلاة إذا كنت مسافر بحرا بواسطة الباخرة، مع العلم بأن السفر 3 أيام وجميع وسائل الراحة متوفرة؟ هل يجوز ذلك أم؟ نعم يجوز، ما دمت أنك مسافر يجوز أنك تقصر الصلاة وتجمع، ولو كنت في باخرة أو في طائرة أو في سيارة أو على دابة أو على رجليك. الله جل وعلا رخص للمسافر وأطلق ولم يحدد، فما يسمى سفرا على أي وسيلة كان تستباح به رخص السفر.